بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. أهلا بجمهور الأهلي العظيم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد النهاردة آخر حلقة في عام 2021، سنة حاولنا نقدم فيها كل ما في مقدرتنا من أخبار وكواليس ومستجدات موجودة على الساحة الرياضية سواء محلية أو إفريقية. قدر الإمكان حاولنا نقدم كل ما هو جديد بالنسبة لكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال برنامج الترند. الترند السلبي حاولنا قدر الإمكان نخليه ترند إيجابي. المعلومة وصلناها لكل السادة المشاهدين والدقة في المعلومة كانت أهم حاجة بتميزنا في برنامج الترند خلال هذا العام 2021. والنهاردة وإحنا بنختتم هذا العام، النهاردة الحلقة رقم 300 من برنامج الترند. نتمنى يا رب بإذن الله نكون وفقنا في تقديم حلقات جيدة خلال هذا العام تلقى قبول السادة المشاهدين والمتابعين، وبإذن الله نوعدكم في عام 2022 نقدم كل ما هو جديد ونقدم الأفضل بإذن الله خلال العام القادم. في ظل كمان أن عام 2021 شهد انتصارات إفريقية على أعلى مستوى بالنسبة للأهلي، دوري أبطال إفريقيا، كأس السوبر الإفريقي، مشاركة مميزة في كأس العالم للأندية في الدوحة، وبداية العام القادم هتكون انطلاقة إن شاء الله في كأس العالم للأندية في أبوظبي، واستعدادا بقى للمشوار الإفريقي وحملة الدفاع عن اللقب الإفريقي بعد الفوز بآخر نسختين سواء لدوري الأبطال أو كأس السوبر الإفريقي إن شاء الله. كمان حلقة النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا، وكل الناس تدخل وتشارك معنا في الإجابة على السؤال اللي طرحناه، لأنه سؤال متعلق بعام كامل عام 2021. إيه أفضل مباراة الأهلي لعبها خلال هذا العام 2021؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وهنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات في الجزء الأخير من برنامج الترند. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي لا نية لاستبدال كهربا، وكمان أمير توفيق ينفي تفاوض الأهلي مع حسين فيصل ومهند لاشين. وفي الترند المحلي، إعلان القائمة النهائية للمنتخب واستبعاد أفشة. حلقة فيها تفاصيل وكواليس مهمة جدا، ولكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لأن عندنا كواليس مهمة جدا بالنسبة لمنتخبنا الوطني وأيضا موقف كأس العالم للأندية. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. فقرة ترند الترند النهاردة هنركز في نقطتين مهمين جدا. أول نقطة أو أول موضوع هيكون كأس الأمم الإفريقية والقائمة النهائية اللي أعلن عنها كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني منذ قليل، واللي هتتجه إن شاء الله إلى الكاميرون يوم 7 يناير استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من العام المقبل. 25 لاعب اختارهم كارلوس كيروش لقائمة المنتخب. اللائحة بتسمح لك إنك تحط 28 لاعب، 23 زائد 5، لكن هو اختار 25 ووفر 3 مقاعد. مش عارف هل ممكن في الساعات اللي جاية يلحق نفسه يحط 3 ولا خلاص هيستقر على هذا العدد. في حراسة المرمى خد 4 حراس مرمى، محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد. في خط الدفاع أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء. خط وسط الملعب عمرو السلية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد زيزو ومهند لاشين. في خط الهجوم عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه. الحمد لله على السلامة يا تريزيجيه، بالإضافة إلى رمضان صبحي. طيب هو خد 25 لاعب من أصل 28، القائمة الأساسية 23 لاعب. الاتحاد الإفريقي من شهر بلغ كل المنتخبات إنك ممكن تضيف 5 لعيبة خلال الفترة اللي جاية، والخمسة مش عشان الكورونا، لو حد أصيب بكورونا تاخد حد من الخمسة، لا، الخمسة دول هيبقوا مع 23 ممكن تستعين بهم في أي وقت من مباريات البطولة. هو عموما في تفاصيل أكتر بخصوص القائمة ومشاركة المنتخب، لأن كمان عندي جزء قانوني متعلق بقى القائمة هتبقى كام في المباراة والتغييرات قد إيه، وكل التفاصيل دي الكاف بالتأكيد عمل فيها اجتماع مع كل المنتخبات المشاركة في البطولة. لكن في هذه اللحظات معايا تليفون مهم جدا مع معالي السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون. معالي السفير برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، يا رب تكون بخير. الحمد لله كله تمام، ماشي الحال. ماشي الحال. طيب خلال الساعات الاخيره يمكن شفنا استعدادات على قدم وساق واستعدادات على اعلى مستوى بالنسبة لدولة الكاميرون استعداداً لاستقبال كل المنتخبات خلال الفترة اللي جاية. في منتخبات وصلت
منتخب مصر هيصل ان شاء الله يوم 7 يناير. في اخر التنسيق ما بين حضرتك مع اللجنه المنظمه او اللجنه العليا في الكاميرون استعدادا بقى لاستقبال منتخب مصر اللي هيكون موجود في مدينه جاروه ان شاء الله. بالظبط يا فندم. هو كان امبارح الحقيقه وزير الخارجيه كان عامل اجتماع لتوضيح بالظبط الجهود اللي قامت بها الكاميرون الى ان وصلنا الى هذه النقطه. خلاص احنا يعني الحصول على الابواب زي ما بيقولوا، وكل المنتخبات بتستعد، وفي اوريدي دول قامت معسكرات تدريبيه، وفي للاسف دول اضطرت تلغي معسكراتها التدريبيه لان الفتره صحيح اللي ما هيسمح بيها بانضمام اللاعبين الدوليين اللي بيلعبوا في اوروبا ضيقه للغايه بما لا يسمح باقامه معسكرات مع هؤلاء اللعيبه. فلغوا الحقيقه بيحضرني هنا بيتهيألي منتخب المغرب كان ناوي يعمل معسكر في رواندا وقام بإلغاءه لعدم، والسنغال ايضا والسنغال كذلك. انا بيتهيألي الحقيقه ان الكاميرون بتحاول قدر طاقتها وقدرت الحمد لله انها تتغلب على الكثير من الضغوط. احنا يعني شفناها كلنا يوم بيوم ضغوط من سواء كان اتحادات الانديه الاوروبيه او حتى الفيفا لمحاوله التاجيل او تغيير بعض الاشياء الخاصه بالبطوله، ولكن الحقيقه الاتحاد الافريقي كاف قام بجهود متميزه عشان بطولتنا، لان بنعتبر البطوله بصرف النظر انها معقوده في الكاميرون انما هي بطوله افريقيه اكيد انها تنال اهتمامها، وهي ليست اقل من بطولات الاوروبيه او بطوله امريكا الجنوبيه وما الى ذلك من البطولات. اللي لازم اوضحه هنا ان كان المهتم جدا به وزير الخارجيه امبارح ان هو يوضح المسؤوليه بتاعتهم بتنحصر في ايه كدوله ولجنه منظمه كاميرونيه، ومسؤوليه الكاف زي ما حضرتك كنت لسه بتتكلم في المداخله بتاعت سعادتك قبل ما اخش انا على البرنامج. فعلا الجزء ده مهم جدا لان في بعض الموضوعات اللي بتخيل النقاد او المتابعين انها خاصه بالكاميرون في حين انها من الاختصاصات الاصيله للاتحاد الافريقي وهو اللي بيقررها الكاف بنفسه اكيد فيما يتعلق بحاجات كثيره جدا. لكن كان بالنسبه لنا كان مهم نعرف بالنسبه لعمليه الاستعدادات، والحمد لله الاستعدادات تقريبا يعني في اللمسات النهائيه بتاعتها بالنسبه للملاعب وبالنسبه للفنادق وكل ما يتعلق باللوجستيات الخاصه بالبطوله، ويتبقى بقى الجزء اللي هو كنا احنا كسفراء كنا مهتمين نعرفه اللي هو الخاص بالتاشيرات والبروتوكولات الصحيه لدخول الجماهير. والحمد لله في يعني بالفعل في برقيات ارسلت للسفارات الكاميرونيه في الخارج، وطبعا من ضمنها السفاره الكاميرونيه في القاهره لمساعده المتفرجين والجمهور اللي عايز يشارك المنتخب الوطني في مبارياته. وده موضوع مهم جدا انا عايز اتكلم عليه، لان اتفضل يا فندم. زي ما حضرتك عارف احنا بنلعب في جروه، وجروه دي يعني تعتبر مدينه حدوديه مع نيجيريا، وانا حضرت قبل كده بطولات كثيره لمنتخبات وطنيه في بعض اللاعبات الاخرى، واخرها كان مثلا منتخب الباسكت بول الوطني للسيدات عندنا، وكان الملعب كله جمهور نيجيري لان نيجيريا لها حدود مشتركه مع الكاميرون تبيض بالطريق البري سهل. مظبوط. فانا بتوقع ان هيبقى في جمهور كبير من نيجيريا جاي يشجع فريقه بالذات انها المباراه الاولى. في نفس الوقت احنا كمان مهتمين بهذه المباراه لانها مباراه الى حد كبير هتحدد اتجاهنا في البطوله. زي ما حضرتك عارف ان احنا عندنا معانا ثلاث فرق اللي هي نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، والى حد كبير هيتحدد يعني تصدر المجموعه بتاعتنا على مباراه نيجيريا مع مصر. طيب. وده بالتالي هيحدد الدور التالي اللي احنا هنلعب فيه، هل هنلعب مع كاول مجموعه وبالتالي هنلعب مع احد الفرق اللي هي تعتبر احسن توالد، ودي بيبقى مستواها بيتهيألي مريح لينا شويه. يعني سكه موريتانيا او غينيا او كده، هتبقى نفس السكه موريتانيا او غينيا، لكن لو طلعنا تاني هنواجه الجزائر او كوت ديفوار لو حد فيهم تصدر المجموعه الخامسه. بالظبط كده، وطبعا بالزبط. احنا عارفين ان هذه المنتخبات هتبقى منتخبات مقابلتها مش سهله في بدايه المشوار. طيب عايز اقول لحضرتك يعني معالي السفير، عايز اقول لحضرتك احنا كنا بنستعرض على الشاشه يمكن بعض اللقطات، ودي صور حصريه هنا معانا في برنامج الترند على شاشه قناه الاهلي، يمكن تم ارسالها لنا من اللجنه المنظمه اللجنه العليا في الكاميرون، في تواصل مباشر بيننا وبينهم، وارسلوا لنا مجموعه صور خاصه بالفنادق بالطرق
التعديلات اللي حصلت على الطرق والتنقلات من المدن، الفنادق اللي موجودة في جروة، الملاعب، الاستادات. قدامنا الكاميرون في شكل تاني خالص، يعني الكاميرون هتبقى في يعني حاجة أوروبية على هامش كأس الأمم الإفريقية. أعتقد الصور يا معالي السفير بتثبت إن جروة كمان فيها تعديل، فيها فنادق تم إنشائها، في تعديل في الفنادق. يمكن أنا حضرت في جروة مرتين قبل كده مع الأهلي، الوضع ما كانش كده خالص. فأعتقد الصور بتأكد إن الكاميرون على أتم الاستعداد، وهتبقى بطولة عالمية، سواء ملاعب تدريب، تنقلات، الطرق الداخلية، وفنادق الإقامة كمان. هو ما فيش شك إن هم بذلوا جهود كتيرة جدا، ويعني في أموال كتيرة ضخت، لدرجة إن الاقتصاد نفسه تعبان وبيئن من حجم الاموال اللي تم صرفها وانفاقها علشان هذه البطوله تليق باسمهم وباسم الكاميرون وبعشقهم لكره القدم. الحقيقه الجمهور الكاميروني زي ما احنا عارفين وطول عمرنا بنتعامل معاه جمهور محب لكره القدم وعاشق فيها، وبالتالي فهم من مصر ده هيشكل صعوبه علينا، لان الكاميرون يعني زي ما بنقول كده عندنا في مصر مستعجله لهذه البطوله، وتتمنى طبعا انها تخرج بيها لانها بتتلعب على ارضها، بالذات انها البطوله الماضيه اللي هي كانت المفروض في الكاميرون واستضافتها مصر، احنا وهم خرجنا في نفس اليوم وخرجنا مبكرا جدا عما هو كان متوقع. صحيح. وبالتالي فهم المره دي عايزين يعوضوا في ملاعبهم وامام جمهورهم، وعايزين يعني يبرروا كمان الانفاق الهائل اللي تم على هذه البطوله. طيب التنسيق، خلينا نقول ان احنا برضو مش عايزين نعلى قوي باملنا، احنا الملاعب والفنادق والكلام ده كله تحسنت كتير جدا وبنيت حاجات كتيره جدا، لكن برضه لازم نعرف ان البنيه التحتيه الى حد ما هياش قويه زي مصر او لا تقارن بمصر. طبعا. فلازم نكون عارفين ان برضه هيبقى فيه يمكن بعض المشاكل البسيطه اللي مش هتاثر على مسيرتنا، لكن في نفس الوقت عشان يعني ما نتوقعش ان هي مثلا حاجه في مستوى مصاف الدول الكبرى، لكن طيب. عملوا مجهود جبار ولازم نشكرهم عليه وندعمهم في مساعيهم. اكيد. سؤال اخير معالي السفير، وهو التنسيق مع بعثه منتخبنا الوطني، توقيت وصولهم، التنسيق في فكره الاستقبال، الحضور الجماهيري كمان، الجمهور المصري، مساحات الكورونا هتبقى ازاي، التذاكر هتطرح ازاي، يعني التفاصيل بقى اللي ما بين السطور اللي لسه الناس بالتاكيد هتسمعها من حضرتك لاول مره. تحت امرك. دلوقتي اول حاجه المنتخب الوطني الحقيقه موجود، وصل امبارح وانا كنت معاه الحقيقه امبارح، الكابتن محمد صلاح المدير الاداري للمنتخب الوطني بتاعنا هو كان موجود، وصل امبارح، والنهارده يعني قامت البعثه بمساعدته على ان هو يركب طياره علشان يروح يتفقد بنفسه بقى حاله الملاعب في جروه والفندق وكل باقي اللوجستيات المتعلقه بالمنتخب الوطني تحديدا، وهو يعني هيقعد النهارده وبكره هيرجع ان شاء الله ويعود الى القاهره بعد بكره، والسفاره الحمد لله ان احنا معاه وبنحاول نيسر له خط سيره علشان يقدر ياخد صوره كويسه جدا يقدر ينقلها للجهاز الفني للمنتخب الوطني بتاعنا باذن الله. ده فيما يتعلق بالمنتخب الوطني والجهاز الاداري بتاعه. فيما يتعلق بوصول الجماهير دلوقتي زي ما حضرتك عارف وربما الساده المشاهدين كمان عارفين ان في البروتوكول طلع من حوالي اسبوع تقريبا، والبروتوكول ده اللي اصدره كان في صوره بيان صحفي مشترك كان موقع عليه الحكومه الكاميرونيه بتتمثل فيه وزير الصحه ووزير الشباب والرياضه بالاضافه الى اللجنه التنسيقيه للكان وبالاضافه للاتحاد الافريقي. الاربعه طلعوا قرارات واضحه جدا فيما يتعلق بدخول الجماهير، وده نصيحه لان وزير الخارجيه امبارح كلمني فيها تحديدا، قال لي ارجوك لابد من نصح الجماهير المصريه عشان انا عارف ان هم عدد كبير وحي كتير، ان ما فيش حد هيخش الاستاد لو مش متطعم. فاول حاجه التطعيم. تمام. بالاضافه للتطعيم لازم يكون معاه بي سي ار مدته لا تزيد عن 72 ساعه. اوكي. او تحليل اجسام مضاده مدته لا تزيد عن 24 ساعه. مع ملاحظة ان تحليل البي سي ار في الكاميرون مجانا منذ جائحة كورونا. ممتاز ممتاز. التحاليل مجانا سواء كان للمسافرين او للمقيمين او المواطنين او الاجانب، هو مجانا تماما لان هم شايفين ان يعني الصحة اهم حاجة. اكيد. ومش عايزين حد
يتقاعس عن اجراء التحليل علشان غالي يقول لا ده انا ما عنديش حاجه أكيد. وينزل شغله ويعدي نفسه. تمام جدا تمام جدا بالنسبه للحكومه ان هي عامله مجانا. معالي السفير يعني الجمهور أكيد. اللي يسمعنا لابد يكون دايما طعم ان شاء الله ان شاء الله، واحنا على استعداد هنا في السفاره زي ما احنا بنحاول نساعد لتقديم كل التسهيلات اكيد حق علينا ومستنيين ان شاء الله اي حد يحاول يتصل بينا سواء بالبريد الالكتروني او بالتليفون احنا هنساعد فيما يتعلق بعمليه الاقامات، فيما يتعلق بعمليه التاشيرات مع السفاره الكاميرونيه في القاهره باذن الله. هم يعني شغالين، وفي النهايه هدفنا جميعا ان شاء الله ان احنا يوم 6 فبراير نرجع ان شاء الله يا رب يا رب نفرح جمهورنا كده باذن الله. معالي السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله هنتواصل مع حضرتك بقى مع انطلاق البطوله الفتره الجايه، هيكون في استعدادات بقى وتواصل مع السفاره المصريه اللي هتبذل مجهود كبير جدا مع منتخبنا الوطني ومع الجماهير المصريه. في ثانيه كده سريعه، قائمة المباراة في البطولة الإفريقية هتبقى 20 لاعب، 11 أساسي و9 على دكة البدلاء، التغييرات 3 تغييرات فقط، مفيش 5 تغييرات في كأس الأمم، فبالتالي القائمة اللي سافر بيها هيسافر بيها كروش 25 لاعب، لكن في المباراة نفسها 20 لاعب، 11 أساسي، 9 احتياطي و3 تغييرات بس خلال المباراة، وفي المباريات النوك أوت في المباريات النهائيات من دور 16 للمباراة النهائية هيكون في تغيير إضافي إذا كان في إكسترا تايم. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض عشان عندنا تفاصيل وأخبار جديدة بخصوص كأس العالم للأندية. أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن كأس العالم للأندية. أعتقد دلوقتي الصورة ابتدت تتضح شوية لكل السادة المشاهدين بعد إعلان القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني مع ضم الثلاثي علي معلول وأليو ديانج وبدري بانون لمنتخبات تونس والمغرب ومالي خلال الفترة الأخيرة. وأصبح دلوقتي لدى النادي الأهلي 9 لاعبين في الكاميرون خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية. طيب إيه الوضع؟ زي ما كنت بتكلم معاكم خلال الفترة اللي فاتت وبجيب لكم الأخبار والكواليس بخصوص كأس الأمم الإفريقية، والحمد لله كل كلمة قلناها حصلت بالملي وبالسنتي وبالكلمة في كل خطوة حصلت بالساعة وبالدقيقة في الفترة السابقة بخصوص موعد كأس الأمم الإفريقية. طيب كأس العالم للأندية لغاية النهاردة وأنا بنتكلم معاكم بتاريخ 29 ديسمبر قبل بداية العام الجديد 2022، وفي اتصالات مباشرة مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية في أبو ظبي ومع بعض المسؤولين في إدارة المسابقات في الاتحاد الدولي. كأس العالم للأندية في موعده خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير، ولا تعديل ولا تغيير على الموعد حتى هذه اللحظة، ولا توجد أي اجتماعات متعلقة بتغيير هذا الموعد خلال الفترة القادمة. أي قرار لتغيير ميعاد كأس العالم للأندية بيتطلب اجتماع لإدارة المسابقات مع مجلس الفيفا عشان ده بيغير في ميعاد الأجندة خلال الفترة اللي جاية وتنسيق مع كل الاتحادات القارية. ده ما حصلش ولسه ما حصلش، فده بيأكد لغاية اللحظة دي إن البطولة في ميعادها. حاجة تانية حصلت خلال الساعات القليلة الماضية بتأكد إن الميعاد ده هو الميعاد الرسمي والنهائي. الاتحاد الدولي فتح على السيستم التي ام اس ميعاد القائمه النهائيه للانديه المشاركه في كاس العالم في ابو ظبي، وحدد وده قلناه قبل كده بس النهارده في جديد، حدد ان كل فرقه هتشارك في البطوله قبل اول مباراه ليها تبعت القائمه النهائيه من 23 لاعب زائد 5 لاعبين في حاله الكورونا لا قدر الله بحد اقصى قبل 48 ساعه من اول مباراه. وده خبر مش جديد اتقال قبل كده قلناه قبل كده، ولكن الجديد ايه؟ التيم اس الفيفا حدد ان اول فبراير هيكون هو الميعاد الرسمي لتسجيل القائمه النهائيه، وبالتالي التيم اس هيسجل من 1 فبراير القائمه النهائيه. لو عندك مباراه يوم 5 يبقى انت عندك من 1 فبراير ل 3 فبراير لتسجيل القائمه النهائيه. لو عندك مباراه يوم 8 زي تشيلسي مثلا يبقى عنده التوقيت من 1 لغايه 6 قبل مباراه يوم 8. الجزيره الاماراتي واوكلاند سيتي عندهم مباراه يوم 3 فبراير، فعنده من 1 ل 3 فبراير عشان يسجل القائمه النهائيه اللي هي من 23 لاعب زائد 5 حالات كورونا، اذا لا قدر الله اي لاعب اصيب من ال 23 تاخد واحد من الخمسه. هي مختلفه عن كاس الامم، كاس الامم انت بتحط الخمسه وبتلعب بيهم مع ال 23، لكن في كاس العالم الانديه لا الموضوع مختلف. 23 دول اساسيين والخمس لعيبه اللي بتاخدهم معاك البطوله بتختار منهم حد لا قدر الله لو واحد من 23 جات له كورونا فبتستبعده. فبالتالي اتحدد ميعاد القائمه النهائيه 1 فبراير. الاهلي عنده ماتش يوم 5 فبراير مع مونتريال المكسيكي، بالتالي من 1 فبراير ل 3 فبراير عنده 72 ساعه يسجل القائمه النهائيه. طب القائمه المبدئيه اخر ميعاد لارسال ال 35 لاعب من ضمنهم 4 حراس مرمى يوم 3 يناير. 3 يناير يعني بنتكلم بالظبط في حوالي 5 6 ايام.
المواعيد دي اصبحت رسميه ونهائيه، وقرار فبراير ده ان دل على شيء بيدل ان ده التعديل اللي طرا بدل من ميعاد 24 يناير عشان الاهلي او تشيلسي لما يختار قائمته لو عنده لعيبه بتلعب في كاس الامم يبقى عارف موقفها. طيب دلوقتي احنا عندنا في 9 لعيبه من الاهلي موجودين في كاس الامم الافريقيه. ماذا لو الاهلي سجل 23 لاعب من ضمنهم التسعه والتسعه وصلوا لمرحله الدور نصف النهائي اللي هيتلعب ايام 2 و3 فبراير، وبالتالي طالما وصلوا النصف النهائي سواء لعبوا مباراه نهائيه او تحديد مركز الثالث الماتشين اصلا يوم 6 فبراير، يعني مش معاك يوم ماتش 5. القائمه ساعتها هتبقى 14 لاعب. الموقف القانوني ايه وقتها وساعتها؟ انا اتمنى خلال الساعات الجايه المهندس احمد مجاهد يطلع بقى يشرح الهدف من التصريحات اللي كان قالها قبل كده. الاهلي هيلعب بكامل نجومه والمنتخب هيلعب بكامل نجومه، تفسيرها ايه؟ لان هو كان بيراهن حسب معلوماتي ان كاس الامم هيترحل ميعاده ويتلعب في توقيت اخر غير يناير 2022، وبالتالي اصبح هذا الخبر او هذه المعلومه ليست لها محل من الاعراب، والبطوله في ميعادها وكاس العالم للانديه في ميعادها. الفكره هو هل ممكن يكون في توقع ان المنتخب يخرج من دور الثمانيه فبالتالي اللعيبه هتلحق كاس العالم للانديه؟ مش عارف، اتمنى يخرج لان خلاص الانتخابات بتاعت اتحاد الكره كلها ايام 5 يناير الاربع اللي جاي، يعني انتخابات اتحاد الكره الاربع اللي جاي، وهنتعامل مع مجلس اداره جديد بيقود الكره المصريه للفتره اللي جايه. فاتمنى خلال الساعات اللي جايه المهندس احمد مجاهد يطلع يشرح لنا الموقف الرسمي هيبقى ايه لما يبقى في 9 من لعيبه من 9 لعيبه من النادي الاهلي في الكاميرون، والاهلي محتاج يرسل القائمه بتاعته بحد اقصى يوم 3 فبراير اذا تاهلت مصر وتونس والمغرب ومالي لمرحله الدور نصف النهائي. وبالطبع بنتمنى منتخبنا الوطني مش يوصل نصف النهائي فقط، لا يلعب المباراه النهائيه ويرجع بكاس الامم الافريقيه. طيب حاجه تانية، وده خبر جديد في سياق الحديث عن فكره ان البطوله في ميعادها حتى هذه اللحظه. في اتصالات اجرتها النهارده الصبح مع المسؤولين في الاتحاد الدولي، هناك اجتماع في بدايه الاسبوع القادم مع اللجنه العليا او اللجنه المنظمه في ابو ظبي عشان تحديد التوقيت اللي هيتم فيه فتح باب الشراء التذاكر من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. والمعلومة اللي وصلتني ان يوم 5 يناير هيتم فتح السيستم لشراء التذاكر من خلال موقع فيفا عبر الانترنت. فبالتالي يوم 5 يناير لو جه، والمعلومة انا متأكد منها بنسبة كبيرة، و5 يناير جاي وهنشوف طرح التذاكر. طيب التذاكر اتطرحت يوم 5 يناير كده الموضوع هيكون اتقفل بنسبة 100%. 5 يناير لو تذاكر اتطرحت في التوقيت ده بتواريخ ومواعيد بطولة كأس العالم للأندية الموضوع أصبح منتهي. البطولة خلاص بنسبة 100% في ميعادها. لأن شراء التذاكر وراء تفاصيل كتير ما تقدرش تغير في ميعاد البطولة. لأن في ناس بتحجز تيكت للتذكرة من خلال الإنترنت، في ناس بتحجز طيران، في ناس بتحجز إقامة عشان تقدر تسافر أبو ظبي وتحضر في البطولة. حاجة تانية كمان قبل ما أختم وأطلع فاصل، في جزء من التذاكر اتبعت للرعاة وللأندية. في جزء من تذاكر كأس العالم للأندية اتبعت للرعاة وللأندية. فكل دي مؤشرات بنسبة كبيرة جدا البطولة في ميعادها، وأتمنى يكون في تفسير بقى الفترة الجاية إزاي الأهلي هيلعب كأس عالم أندية في كل هذه المعطيات وتسع لعيبة موجودين في الكاميرون وده القوام الأساسي، ومحدش يجي يقول لبيتسو موسيماني اختار لعيبة تانية، ده اختيار فني من حق أختار القائمة اللي أنا شايفها اللي هتشارك في كأس العالم للأندية. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونلقي الضوء على مباراة الأهلي والزمالك وفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في تلك المباراة الكبيرة اللي اتلعبت في ملعب الزمالك في مواليد 2007. أهلا بحضراتكم من جديد. عندي خبرين مهمين جدا متعلقين بفريق الكرة في النادي الأهلي. النهاردة كان في اجتماع للجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم، وكان اجتماع أول بالتأكيد بحضور الكابتن محمود الخطيب ممثلا عن النادي الأهلي، والأستاذ ياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي ممثلا عن شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة بصفته نائب للمشرف العام على الكورة، ومصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والأستاذ إبراهيم المنيسي ممثلا عن مجلة الأهلي، وعمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة. أبرز القرارات اعتماد الميزانية المبدئية لشركة الأهلي لكرة القدم، وأيضا تعيين الكابتن علاء عبد الصادق طبعا عضو مجلس إدارة في الشركة بعد قبول اعتذار الكابتن حسام غالي والذي أصبح عضوا في مجلس إدارة النادي. خبر تاني كمان مهم جدا بخصوص الأخبار المتداولة في مسألة الصفقات وأبرز اللاعبين اللي ممكن تنضم. امبارح كان أمير توفيق نفى
فكرة ان في انضمام لشكري نجيب او تفاوض مع شكري نجيب. النهاردة امير توفيق ايضا بينفي فكرة التفاوض مع حسين فيصل ومهند لاشين، وبيأكد ان هذه الاخبار غير صحيحة بالمرة وعارية تماما من الصحة، وكل ما يتم تداوله عبر المواقع الالكترونية بعيد تماما عن الواقع، واصلا كمان ما فيش فكرة ان في استبدال حتى حسين فيصل من سموحة مع محمود عبد المنعم كهربا اللي مستمر مع الاهلي خلال الفترة اللي جاية. دي كانت اخبار مهمة جدا متعلقة بفريق الكرة، لكن مهم جدا كمان اتكلم على مباراه الاهلي والزمالك مواليد 2007، المباراه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي باربعه اهداف مقابل لا شيء، واللي اتلعبت على ملعب نادي الزمالك في 100 عقبه. تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع معايا عبر التليفون الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي اللي كان حاضر وشاف بنفسه بقى هذه المباراه الكبيره والسيمفونيه الرائعه من اشبال الاهلي بالفوز على الزمالك برباعيه. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا محمد، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا مش هسال، عيش انت الناس بقى في الحدث وعرفنا المباراه دي اتلعبت ازاي وازاي الاهلي قدر يكسب اربعه اهداف مقابل لا شيء على ملعب نادي الزمالك لفريق مواليد 2007 يعني تحت 15 سنه. يعني خليني اقول لك يا محمد ان المباراه كانت في الجوله ال 15 لبطوله الجمهوريه تحت 15 سنه ما بين الاهلي والزمالك في ملعب النادي الزمالك ب 100 عقبه. النادي الاهلي بيقوده جهاز فني بقياده الكابتن اسامه زكي، نادي الزمالك بيقوده جهاز فني بقياده الكابتن محمد احمد وهبه. طبعا النادي الاهلي دخل اللقاء محمد وهو بيتصدر المسابقه برصيد 32 نقطه، نادي الزمالك كان في المركز الخامس برصيد 26 نقطه. كابتن اسامه زكي يعني دخل اللقاء بتشكيل مكون من اياد تامر في حراسه المرمى، كان قدامه اثنين مساكين محمد السيد واياد مدحت، على يمينهم كان محمد عاطف وعلى شمالهم مازن هاني، اثنين في نص الملعب كان حازم عاشور ومحمد رأفت، قدامهم ثلاثه عمر فتحي ومحمد عبد الفتاح ساحه واحمد الشيخ، وراس حربه او نجم اللقاء مصطفى باجت. طبق المباراه محمد في توقيتها كان بتقام في التوقيت الساعه 11، يعني في اول 40 ثانيه النادي الاهلي كان نادي الزمالك يعني ضربه البناء مع نادي الزمالك. طبقا لتعليمات الجهاز الفني النادي الاهلي جاي من ضغط عالي على الفريق من بدري، فضغط لعيبه النادي الاهلي قدروا يستخلصوا الكوره من لعيبه نادي الزمالك، راح انفراد مصطفى بهجت بحارس مرمى نادي الزمالك الحارس ياسين ايمن ووضع الهدف الاول للنادي الاهلي في الثانيه 40، يعني اول دقيقه من احداث اللقاء يا محمد. سريعا يا فاروق بس سريعا، ثم كان الهدف الثاني في الدقيقه 20 من شوط اللقاء الاول، لعبت في الجانب الايمن لقى مصطفى بهجت الحارس الزمالك متقدم، قام حاططها لوب من فوق الحارس سكنت الشباك حارس نادي الزمالك. ثم مع نزوله في الدقيقه 66 من شوط اللقاء كان الشوط الاول انتهى بنتيجه 2-0، في الشوط الثاني عمل الكابتن اسامه زكي تبديلات، لعب زيدان ناجح مع اول لمسه ليه تصويبه من خارج ال 18 اسكنها شباك نادي الزمالك. ثم في الدقيقه 75 احرز نجم اللقاء اللاعب مصطفى بهجت الهدف الثالث ليه هدف الرابع للنادي الاهلي عشان تنتهي المباراه بنتيجه 4-0 للنادي الاهلي. مع انتهاء المباراه محمد النادي الاهلي ظل في الصداره برصيد 35 نقطه، نادي الزمالك نزل من المركز الخامس للمركز السابع برصيد 26 نقطه ولا زال النادي الاهلي على الصداره. طبعا برضه محمد يعني في سياق الاحداث النهارده فريق 2008 في النادي الاهلي كان بيلاقي فريق المقاولون العرب يعني تمام الساعه الثانيه والنصف، قدر برضه ان هو يفوز بنفس النتيجه 4-0 على نادي المقاولون العرب عشان ايضا يستمر في صداره بطوله الجمهوريه مواليد 2008. سريعا يا فاروق، المباراه باين كده من كلامك انها كان وان سايد جيم. بص يا محمد يعني طبيعي عشان ما يبقاش بنبالغ في الامر، طبيعي النهارده المباراه يعني تنتهي بفوز اكتر من 8 اهداف للنادي الاهلي، ضيع اهداف كتير جدا. النادي الاهلي في شوط اللقاء الاول النتيجه الطبيعيه في شوط اللقاء الاول تنتهي بخمس اهداف للنادي الاهلي، عارف فوز بهدفين في السن دوت اللعيبه اطمنت للقاء شويه، لكن الكابتن خالد بيبو وجوده كان محفز كبير جدا للاعبين النهارده، يعني كان حريص يكون موجود في الملعب. لكن تقدر تقول يا محمد النتيجه النهارده للمباراه كان ممكن تبقى اكثر من 8 او 9 اهداف للنادي الاهلي. زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي كان حاضر النهارده مباراه الاشبال والناشئين تحت 15 سنه مواليد 2007 الاهلي والزمالك وفوز الاهلي برباعيه في ملعب الزمالك في 100 عقبه. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض واخر فقره معانا فقره اراء الجماهير على افضل مباراه للاهلي في 2021. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند وهو متعلق بمشاركه الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، افضل مباراه للاهلي في عام 2021. اسماء بتقول الاهلي والزمالك طبعا الخماسيه. زياد عمرو بيقول 75 دقيقه من مباراه الزمالك في الدور الاول من الموسم ده في الدوري ومباراه الذهاب في نصف النهائي امام الترجي في رادس. هو مش عايز يعني ايه ياخد حاجه كده وحاجه كده مهمه جدا عشان عايز يتفرج على الاهلي وخلاص. هشام بيقول مباراه السوبر الافريقي الاهلي والرجاء.
محمد بيقول مباراة الأهلي والزمالك في الدوري وفوز الأهلي 5-3 وأداء كان خرافي وأهداف خرافية. هي مباراة بصراحة كانت كبيرة للأهلي. محمد جمال بيقول مباراة الأهلي والرجاء المغربي لأن ظهر فيها روح الفانيلا الحمراء وكبرياء لاعب الأهلي بعدم تقبلهم ضياع السوبر الإفريقي واللعب حتى صافرة النهاية، والأهلي دايما ملك النهايات السعيدة. وبمناسبة هذه النهايات السعيدة بالتأكيد بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وإحنا النهاردة في الحلقة رقم 300 مع نهاية عام 2021. الأسبوع القادم بداية عام جديد 2022، نتمنى يا رب بإذن الله يكون عام سعيد على كل الشعب المصري والأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.